أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود
وكسليمان داود. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني
يا رب أوزعني. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إني وجدت امرأة تملكهم شيء ولك عرش عظيم ولها عرش عظيم إني وجدت
وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله وجدتك وقومك يسجدون للشمس من دون الله وزين له الشيطان أعماله صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما هو رب العرش العظيم
صدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي
المسلمين. صدق الله العظيم. وبالحق انزل وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا هكذا قد الايمان والاسلام كنا نستمع القران الكريم وفضيله الاستاذ القارئ الشيخ عمرو الهنداوي القارئ والمقيم لمركز ومدينه دمنهور على مكبرات الصوت والزراشة الحديثة الكبرى والمعرض الفني قد تركبت من تحت دارة المتوكل على الله الحج عبد الخالق زغلول واولاده المحلات بيتاه البارور حضرات السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبكاء لله وحده